بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع البنك الدولي جلسة نقاشية تم تسليط الضوء من خلالها على أبرز المؤشرات الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، والذي حظيت البحرين من خلاله على تصنيف متقدم. وفي كلمة له أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن مملكة البحرين قد تمكنت من خلال رؤية 2030 الاقتصادية من تحقيق نتائج متقدمة دوليا في خارطة المؤشرات الاقتصادية. خطوات ثابتة وواعدة تسير بها البحرين نحو تحسين بيئة الأعمال، والدليل على ذلك هو حصول المملكة على تصنيف متقدم ضمن قائمة الدول العشر الأولى الأكثر تحسنا في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة. وفي جلسة نقاشية بتنظيم مشترك بين حكومة مملكة البحرين والبنك الدولي، تم تسليط الضوء على أبرز الإجراءات التي قامت بها المملكة، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والنواب ورجال الأعمال. مؤشر التنافسية البنك الدولي يعني جذب أموال، يعني استقطاب استثمارات، يعني تحسين موقعنا العالمي في مجال الاقتصادي. وبإذن الله نتمنى تكون هذه الورشة اللي راح شارك فيها ممثل عن الجهات الحكومية والبنك الدولي والقطاع الخاص والجهات التشريعية مملكة البحرين، ورشة تثري النقاشات وتحدد ملامح وخارطة الطريق المرحلة المقبلة إن شاء الله. المؤشرات هذه لو تحدثنا فيما يعنينا في شؤون الجمارك، فإحنا نتكلم عن المؤشر التجارة عبر الحدود، والتجارة عبر الحدود مؤشر معني بقياس الوقت المستغرق في عملية الاستيراد وعملية التصدير والكلفة المرتبطة بهذين العمليتين. وقد تناولت الجلسة التي شارك فيها مسؤولون من البنك الدولي المحاور التي تمكنت من خلالها مملكة البحرين من إحراز تصنيف متقدم بعد تقييم الجهود التي بذلتها. كان لدى البحرين 9 إصلاحات وهو رقم قياسي، فلا تجد هذا العدد من الإصلاحات لدى العديد من الدول كما هو لدى البحرين، وكانت معظم تلك الإصلاحات في سبيل تبسيط الأمور واستخدام التكنولوجيا. لذا أصبحت العديد من العمليات المالية التي يقوم بها العملاء بشكل منتظم تحدث الآن بشكل انسيابي وسهل. هذه المرتبة المتقدمة جاءت بعد جهود حثيثة قدمتها الحكومة من خلال إدخال تدابير وأطر تنظيمية اقتصادية عززت من سهولة ممارسة الأعمال على أراضيها، ما جعلها بيئة جاذبة للاستثمارات. إن حصول مملكة البحرين على هذا المركز المتقدم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من شأنه أن يعزز وأن يحسن من بيئة الأعمال في مملكة البحرين، وبالتالي جلب المزيد من الاستثمارات. ومناقشة اليوم تهدف إلى البناء على ما تحقق لكسب المزيد من الإنجازات والحصول على مراكز متقدمة في المؤشرات الاقتصادية العالمية. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.